السلام عليكم، نرحب بكم جميعا ونتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها في مشاهدة برامجنا. وإذا راقت لكم المواد التي نقدمها فلا تبخلوا علينا بالاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر جلال حسنين، وإن شاء الله النهاردة مع الحصة الثانية أو المحاضرة الثانية يونت 1 Enjoying Work، هنتعامل مع جرامر. بالنسبة لتعاملنا مع الجرامر هنتعامل مع ثلاث أزمنة: Present Simple المضارع البسيط، Present Continuous الماضي المضارع المستمر، Past Simple الماضي البسيط. نبذة سريعة: Present Simple المضارع البسيط ده يدل على فعل يحدث في العادة، فعل متكرر، يدل على فعل يحدث في الحقيقة، يدل على فعل متكرر، وله استخدامات أخرى زي ما هنعرف من خلال الأسئلة. Present Continuous المضارع المستمر اللي هو بيتكون من am و is و are plus ing يدل على فعل يحدث الآن، وله استخدامات أخرى هنعرفها من خلال الأسئلة. Past Simple الماضي البسيط اللي هو الفعل بينتهي دي اي دي اللي هو التصريف الثاني، يدل على فعل حدث واكتمل وانتهى في وقت معين في الماضي. نبتدي على بركة الله. choose the correct answers. he goes out يخرج. he is busy working all the time هو مشغول بالعمل طول الوقت. go out يعني يخرج. يبقى ايه رأيكم لما نختار rarely؟ he rarely goes out نادرا ما بيخرج. the moon القمر. الافعال اللي جوه دي orbit يعني يدور حوله. the ears دي تعتبر ايه؟ حقيقة. يبقى هنا هنقول orbits مضارع بسيط، والفعل طبعا بينتهي بإس أو إي إس لما يكون الفاعل هي شي إت اللي هو بنقول عليه المفرد الغائب. هاو أوفن. هاو أوفن يبقى بيسأل عن التكرار، يبقى هنسأل في زمن مضارع بسيط، يبقى دو يو جو تو ذا سينما أويك. هي ليفت. ليفت دي ماضي بسيط. فور باريس تو دايز. two days يبقى بعدها نجيب ago. ago تأتي بعد الفترة الزمنية في الماضي البسيط. they used to. used to اعتاد أن تدل على عادة كانت بتحصل في الماضي. يأتي بعدها infinitive المصدر. drive. when the sun sets عندما تغرب الشمس. دي حقيقة. day ends اليوم بينتهي. النهار بينتهي. our car down الفعل اللي جوه الافعال اللي هي break اللي هي break down يتعطل. هنشوف نختار الزمن ايه. and we had to واضطررنا ان احنا يبقى بيتكلم في الماضي يبقى broke down. in 1968 التاريخ ده في زمن الماضي. Neil Armstrong walked on the moon في الماضي. When I went on holiday لما كنت في أجازة. I always نخلي بالنا هنا اللي هي الظروف بتاعت التكرار always sometimes often usually والكلام ده هو احنا متعودين ان هو بيجي مع المضارع، انما ما فيش مشكلة ان هو يفيد التكرار في زمن الماضي. I always took a lot of photographs. ليه هنا خدنا مع always took الفعل في الماضي في هنا علامة هي في الماضي اللي هي when I went. lazy students usually in their tests طلب الكسالة عادة يفشلوا يبقى fail. there once a tree here there was كان في شجرة هنا. هنا بادئ سؤال نشوف احنا عايزين نختار ايه. he sees them yesterday علامة في الماضي يبقى did he see
them yesterday when برضو بنقرا الجمله you read that book yesterday when did you I hungry so I ate it هنا اكلت يبقى I was hungry انا كنت جعان what time your father arrive at work every morning every morning كل صباح يبقى هنا عايزين ايه تكرار بيسأل عن التكرار يبقى does your father does بتيجي مع he او she او it اللي هو المفرد الغرض your father يعني he he خلي بالنا من السؤال ده كويس واضح ان هو بينفي gets up early لاحظ هنا gets فيها الاس لو احنا اخترنا doesn't يبقى المفروض ان هنا هتبقى pair infinitive مفيش اس يعني doesn't get up هنا هنختار never never يعني ابدا بتنفي ولا تؤثر في الاس اللي بعدها يعني لو الفعل اللي بعدها في اس خلاص ما يتشالش يبقى الاس تتشال ما يكون في doesn't دكتور الباز was born ولد the story long ago ستوري عن القصة طب هنا بيقول لي ايه القصة كتبت ولا كتبت تمام كتبت يبقى احنا عايزين نجيب ماضي بسيط في المبني للمجهول الماضي البسيط في المبني للمجهول يتكون من was او were plus past participle التصريف الثالث يبقى was written كتبت how often تمام كرر قبل كده كم غالبا او كم عدد المرات بيسأل عن التكرار يبقى انا هسأل في المضارع البسيط يبقى do you go I have a short story now now الآن يبقى فعل بيحصل دلوقتي يبقى I am reading انا بقرأ we won't leave نحن لن نرحل نخلي بالنا من الجملة ديت في عندنا هنا until until يعني حتى until لو جاب لها مستقبل منفي يبقى يجي بعدها ايه يجي بعدها مضارع بسيط دالل على المستقبل نحن لن نغادر احنا مش هنغادر until حتى our teacher allows us allows us يعني الاول our teacher will allow us And after that we will leave. يبقى الصيغة دي نخلي بالنا until قبلها مستقبل يبقى بعد until وtell نجيب مضارع بسيط ودي بتنطبق على روابط وقت أخرى هتقابلنا إن شاء الله وإحنا شغالين. I the job تمام برافو عليكم لمحنا كلمة أجا هي يبقى عايزين الفعل في الماضي started على فكرة في نقطة المفروض تكون في شرطة. من باب العلم يعني بقى started in some cities rubbish في بعض المدن الكمامة to produce لإنتاج الكهرباء طب الكمامة هنا الفعل اللي موجود في الأربع اختيارات يحرك اللي هي pair طب الكمامة تحرك ولا تحرك تحرك يبقى عايزين ايه مبني للمجهول passive المبني للمجهول في زمن المضارع البسيط يتكون من إيه لما يكون مبني المجهول am is are plus past participle is burned تحرق listen listen يعني إيه اصغي look اسمع لما يجيب لي الصغات دي يبقى أنت هتسمع حاجة شغالة they are talking هم يتحدثون about you At the moment, في اللحظة ديت, I am, مضارع مستمر, I am doing research on. عمر never, أيوه زي ما أول سؤال جبناه, never smokes. لو doesn't, يبقى doesn't smoke. We, a meeting at work this morning. يبقى هنا, خلي بالنا هنا, احنا نختار are having. طب يا مستر ار هافينج هنا مش ده مضارع مستمر ايوه ممكن المضارع المستمر يستخدم للدلاله على المستقبل اذا كان في ارينجمنت ترتيب لحدث يعني حدث مرتب او فعل مرتب لحدوثه وي ار
having a meeting. يعني احنا عندنا اجتماع at work في الشغل this morning. After school I usually a nap. nap يعني قيلولة, يعني الواحد ينام شوية صغيرة بعد في فترة الصغيرة. يبقى I usually take مضارع بسيط دل على التكرار والعادة. علي always نخلي بالنا واحنا بنختار to work when he was, ايوه العلامة ظاهرة ده لما كان صغير, وهنا في always يبقى هنا نختار walked. تمام, يبقى ممكن اللي هي always او usually او sometimes اللي هي كلمات العادة تستخدم مع الماضي البسيط لتدل على عادة في الماضي اللي هي بتساوي used to walk. she often غالبا نخلي بالنا at the weekend, يبقى she often works after he. نخلي بالنا برضو من الجملة دي after رابط زمني أو وقتي. After he doing the job, شوف نص الجملة الثاني مستقبل أو he will see. بعد الروابط الزمنية يستخدم المضارع البسيط أو المضارع التام للدلالة على المستقبل. يبقى after he finishes doing the job, يعني الأول he will finish. شوف أنا بقول will إزاي, لأن مفيش after, لكن لما تخش after أو when أو until أو كده يعني, يبقى نجيب بعدها مضارع بسيط لما نلاقي نص الجملة الثانية مستقبل. she until she receives, السؤال ده كرر بس بطريقة تانية. كنا عايزين الفعل اللي هو اللي بعد until كنا جبناه مضارع بسيط, هنا مضارع بسيط بعد until يبقى هنجيب هنا هو مستقبل منفي. يبقى she won't leave, هي لن ترحل until she receives a phone call. be quiet هدوء خليك هادي. يبقى في حاجة بتحصل. I am listening to the news. he very happy now. نخلي بالنا الفعل اللي موجود في الاختيارات هو seem. seem يعني يبدو, فعل ما فيهوش فيه حركة, يبدو زي الفعل look بس من غير at ولا in ولا for ولا الكلام ده. seem يبدو ده من ضمن الأفعال التي لا تأتي في الأزمنة المستمرة. أما نحن عايزين نقول هو يبدو سعيد الآن, يبقى في الحالة دي نختار المضارع البسيط, يبقى he seems very happy. ما ينفعش نقول is seeming, يعني لا يأتي في الأزمنة المستمرة. water المية, المية بحقيقة يبقى نختار مضارع بسيط boils. هنا دي مجموعة من الأسئلة, طبعا يعني أسئلة منقينها على أساس بس نغطي الأزمنة الثلاثة بالنسبة للاختيار. تعال نتعرض مع بعض في السؤال find the mistakes. السؤال بتاع أوجد الخطأ زي ما دايما بنصحكم, اقرأ السؤال كويس جدا بس وانت بتقرأه حط في دماغك ان في حاجة خطأ. تعال نشوف مع بعض كده. نهى never do the shopping. تمام, never. طيب نهى المفروض تاخد الفعل معها ايه, s او es. طيب never لا تؤثر في الاس والاس, يبقى الخطأ هنا يبقى نهى never does, او ممكن نقول نهى doesn't do. خلي بالنا من التصليح, يبقى هنا هنقول ايه, نهى never does, هنزود es. علياء used to watch, used to الفعل بعدها ياتي ايه, ياتي في المصدر, يبقى used to watch watch هنشتغل الـ ing. سلمى always is late. ايه الخطأ اللي موجود هنا؟ هنا اللي هي الظروف الأحوال بتاعة الوقت اللي هي always دي تأتي قبل الأفعال كلها ما عدا verb to be. تبص لها تيجي ايه؟ بعده. يعني هنا التصليح هيبقى ايه؟ شوف الغلطة في التركيبة ده. is always هتبقى ايه؟ أنا حتى قلتها صح أهوت, مش متعود إن أنا أقولها بالخطأ. سلمى always is, لا هتبقى سلمى is always. سلمى is always late for school. he usually drinks milk when he was. تمام, مرنا عليه في الاختيارات. شوف هنا في علامة when he was, عندما كان صغيرا, وهنا usually, يبقى usually فعل دوت هيتغير, هيبقى إيه بقى؟ ماضي عشان تدل على عادة في الماضي. يبقى he usually
drank. D-R-A-N-K. اللي هي بتساوي إيه بقى؟ He used to drink. يعني كان متعود إنه هو يشرب اللبن عندما كان صغير. No longer. No longer معناها لم يعد. لم يعد بتنفعادة كانت بتحصل في الماضي. No longer لو جت في الأول يبقى يجي بعدها صيغة استفهامية. صيغة استفهامية اللي هي إيه؟ اللي هي شبه السؤال يعني. No longer يبقى does she read. لو جت في النص she no longer reads. عاملة زي never كده. يبقى التصليح هنا أول معايا هو no longer does she read stories. Rami finished his education at the age of 25. مش عارف ايه الخطأ اللي هنا، نسيت اعمل حاجة مش عارف. Rami finished. Rami خلص his education at the age. الجملة ما فيش فيها اي حاجة، انا اسف ما عدلتش يعني عليه عشان يبقى خطأ الجملة دي سليمة. السؤال نمبر 7. Mona goes to work every day. طب جملة زي دي ايه الخطأ اللي فيها؟ نبص كده مع بعض الـ every day. Every day لو هي متصلة بالشكل اللي قدامنا ده هو تبقى صفة يأتي بعدها اسم ومعناها اليومي. إنما إحنا عايزين نقول كلمة إيه؟ عايزين الحال اللي هو يأتي في نهاية أو بداية الجملة اللي هو بيجي مع المضارع البسيط يعني اللي هو كل يوم. يبقى التصليح تبقى ده هي إيه؟ هنقسمها كلمتين. منى goes to work every day. هتبقى كلمتين مش متصلة يعني. She's taking her everyday exercise. هنا جبنا السؤال هو التاني اللي هو تبع السؤال نمرة 7. بص كده every day. دي منفصلة. لا هي دي المفروض تبقى هنا هو في السؤال 7. هنا بيقول لي هي بتاخد الاكسرسايز بتاعها دلوقتي يبقى الاكسرسايز اليومي. ايوه هنا في اسم يبقى احنا نوت محتاجين ايه؟ محتاجين صفه معناها ديلي. هتبقى افري داي المتصله اللي هي صفه بمعنى اليومي. He still works on the project and I want him to sleep right now. انا وانا عايزه دلوقتي ينام دلوقتي. وهنا بيقول لي still. still يعني لا يزال. دي من الكلمات اللي يجي معاها مضارع مستمر واللي اكد على كده ان انا بقول ايه انا عايزه ينام دلوقتي. يبقى هنا التصليح هيبقى ايه؟ شوف الحته دي كده هيبقى he is still working مضارع مستمر. We can't play now because احنا مش قادرين نلعب دلوقتي. طب ليه؟ ايه السبب؟ مش قادرين نلعب ليه؟ because it rains. طب rains ديت ايه؟ عادة او حقيقة؟ لا احنا عايزين اللي بيحصل دلوقتي. مش قادرين نلعب ليه؟ يبقى هنقول it is raining مضارع مستمر. I lost. lost احنا متعودين نقول last week last month اللي هي معناها الماضي. انما last لما تيجي حال هنا بمعنى آخر مرة يأتي بعدها الفعل في الماضي بقى I lost. So يبقى in 2012. The train to Luxor is leaving to I'm sorry. The train to Luxor is leaving. هنا بس اتكررت معلش أنا آسف. At 6 in the morning tomorrow. هنلاحظ هنا استخدام للمضارع البسيط اللي احنا نستخدمه حالا. هنحط المضارع هنا ايه؟ مضارع مستمر. لا من استخدامات المضارع البسيط، ركزوا معايا لو سمحتوا، من استخدامات المضارع البسيط احنا قلنا بيستخدم للدلاله على عاده او فعل متكرر او حقيقه. ممكن يستخدم المضارع البسيط للدلاله على المستقبل مع جداول المواعيد. يعني ايه جدول المواعيد؟ جداول المواعيد الرسميه، يعني القطر هيطلع الساعه كذا، هيوصل الساعه كذا، السينما هتفتح الساعه كذا. في الحاله ده هي تستخدم المضارع البسيط. هتبقى الاجابه ايه؟ leaves. leaves. as soon as اتكرر برضو معايا. as soon as عامله زي after when until والكلام دوت. as soon as معناها بمجرد ان. as soon as he will خلي بالنا الخطأ هيبقى هنا. As soon as he will come back هنا خطأ. I will phone him هتصل بيه. وعايز يقول بمجرد ما هيرجع. أيوة يستخدم المضارع البسيط بعد الروابط الزمنية للدلالة على المستقبل.
والعلامة اللي موجودة ايه؟ نص الجملة الثاني I will، يبقى انا عايز اتكلم عن المستقبل. يبقى انا اوقات نقول as soon as he comes back، as soon as he comes back، مضارع بسيط. What does this word meaning؟ طبعا واضحة جدا، برافو عليكم، سامعكم بتقولها. What does this word mean؟ When I was in Tanta، السؤال ده اتكرر كتير، أو لما أنا كنت في طنطا، I usually، برافو عليكم خلاص بقيتوا تقولوها، usually يبقى worked، يبقى الفعل في الماضي عادة في الماضي، رغم وجود usually و always والكلام ده، اللي هي بتساوي I used to work. Is he used to؟ طبعا used to يجي بعدها الايه؟ المصدر، لكن is used to يجي بعدها ing. used to تدل على عادة في الماضي، لكن is used to زائد الاسم او الاين جي معناها معتاد على، تدل على عادة مستمرة حتى الآن. طيب ما علينا. طب من ناحية الشكل، is he used to، يبقى الغلطة في الحتة ده ايه؟ بدم في is used to تبقى getting up early، هل هو معتاد على؟ طبعا هنزود T-I-N-G. لو كانت، وخلي بالكم صحصحوا معايا، بقول لو كانت، did he used to get، يعني السؤال ده ممكن واحد يقول لي ببساطة ممكن أخلي is تبقى did. طب وماله؟ I had gone to the zoo last month. هنا last month ماضي، يبقى ملهاش ضرورة ان انا اجيب ماضي تام. الماضي التام بيجي لما يكون حدثين في الماضي، واحد حصل قبل التاني. هنا مفيش حدثين، ده هو حدث واحد، يبقى انا اجيبه ماضي بسيط اللي هو I went. My sister doesn't go shopping. أختي ما بتتسوقش any long. لا، هي الغلطة هنا هنقول إيه؟ هتبقى هنا أول ده إيه؟ هتبقى بدل any long هتبقى any more. any more يعني لم تعد. لم تعد. He is in the habit of smoking. هو متعود على التدخين. He used to smoke. ايه ده بقى؟ يعني ده بتشرح ديت. طب انا اصلحني، he used to smoke يعني هو كان متعود على التدخين، يبقى كانت عادة في الماضي. نخلي بالنا، يبقى انا ممكن اجي ان هو بدل is اخليها ايه؟ was. he was in the habit of smoking. تمام. يا اما بس هتبقى اطول شوية، he is in the habit of smoking، ممكن اخلي ده he is used to smoking، هو متعود على. How long ago؟ How long ago ده ايه؟ عامله زي كلمة when وبيجي معاها ماضي. بيشوف الغلطة هتبقى فين؟ ادي واحدة، ادي التانية هي have you arrived؟ لا، بتيجي مع الماضي البسيط. How long ago did you arrive in London؟ اشكركم على حسن استماعكم، ويا رب نكون في تقدم دايما، واحنا بنحاول نحسن التقديم والعرض علشان تستفيدوا أكبر استفادة. تحياتي وإلى اللقاء في الوحدة 2، وما تنسوش الاقتراحات بتاعتكم مهمة بالنسبة لي جدا. تحياتي مستر جلال حسنين، شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.